بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله نشرح بلاي ليست صغيرة كده عن الـ CNS Practical. ده هتبقى يعني داتا واحدة، تمام، فيها الخمس راوندات عندكم كلها. هنبدأ أول حاجة نتكلم عن كل برانش، تمام. كل برانش هيتشرح عن طريق شخص مختلف عشان ننوع الأسلوب شوية والواحد ما يملش، تمام. وهنبدأ على بركة الله نشوف أول حاجة عندنا كانت إيه. إحنا عندنا زي بنبدأ في كل محاضرة، أول حاجة عندنا الأجندة. الأجندة ديت عن طريق نفس الترتيب بالظبط، يكون نفس الترتيب اللي إحنا هنشرح بيه. أول براكتيكال أو أول عنوان هو السنسوري إكزامينيشن. إزاي نعمل سنسوري إكزامينيشن للعيان ده؟ يعني إيه سنسوري إكزامينيشن؟ ايه المقصود بيها وايه اللي هنعملها؟ بعد كده خلصت السنسيشن، نخش على الموتور اكزامينيشن. ازاي هتاكد من الماسلز بتاعتي او قوه الحركه دي، الحركه بتاع العيان ده اتحرك كويس ولا في ديفكت. بعد كده اخش على الهيرنج، الهيرنج هل الشخص ده بيسمع كويس ولا لا. بعد كده هدخل عندي راوندين، هو المفروض انهم راوند واحد بس عشان الكميه كبيره قسمناهم على راوندين. اول راوند اللي هو الفيجوال، تمام، فيجوال اكزامينيشن رقم واحد وفيجوال اكزامينيشن رقم اثنين. اعتقد ان احنا كده قلنا تقريبا معظم الحاجات كاجنده. يعني نبدا اول حاجه بال سنسور اكزامينيشن. من هنا دي بدايه محاضرتي، انا هعرفكم بنفسي، انا عمار احمد فرقه 6. اتمنى يعني ان انا اوصل لكم المعلومه بابسط طريقه واكثر وقت مختصر. اول حاجه في السنسور اكزامينيشن عندنا هي الايم. ايه الهدف من السنسور اكزامينيشن ديت؟ ليه بعمل العيان ده اكزامينيشن؟ قال لك عشان اتاكد من الانتجريتي اوف سنسوري باثوي فروم ذا ريسبتور تو سنسوري كورتكس. عايز اتاكد ان الشخص ده حاسس بالحاجه اللي بيلمسها. عايز اتاكد ان الشخص ده لما يجي يمسك حاجه سخنه يقول اه دي سخنه، لما يجي يمسك حاجه ساقعه يقول اه دي ساقعه. عايز الشخص ده لما يجي يتشك من حاجه بالغلط يقول اه دي وجعتني. فاهمين قصدي ايه؟ عايز الشخص اللي لما يجي يشيل حاجه، تمام، يعرف اذا كانت تقيله ولا خفيفه، ما هو ده تبع السنسيشن، تمام يا شباب. عايز اتاكد اذا كان الباس واي ده كله شغال من الريسبتور اللي موجود في الجلد عندك، تمام، لحد السنسوري كورتكس اللي موجود في البرين. طيب if there is a lesion we have to determine by في نيورو. لما تيجي تاخده في نيورو بعدين هيقول لك ايه؟ يقول لك شابتر النيورو كله في البطنه متركز على كلمتين، وات از ذا ليجن اند وير از ذا ليجن. الشخص ده دلوقتي جاي ماشي، المشيه بتاعته غريبه، او بلاش المشيه بتاعته، خلاص ما نطلعش على كده. خلينا نتكلم على ايه؟ واحد جاي بيقول لك انا مش حاسس بنص جنبي اليمين. يبقى انت دلوقتي انت قلت اللي قدامي وات از ذا ليجن، الليجن اللي قدامي ايه؟ ان انا مش حاسس بالجنب اليمين. يبقى انا حددت التايب اوف سنسوري لوس، او انا حددت ان انا حددت ان في سنسور لوس اصلا. هو ما عندك هنا نوعين مكتوبين، تايب اوف سنسور لوس اند ديستريبيوشن اوف سنسور لوس. بس احنا هنبدل الكلمتين دول بكلمه اشمل شويه عشان تمشي على كل النيورال اكزامينيشن اللي احنا هنعملها. وات ذا ليجن، ايه الليجن اللي عندي، سواء كان سنسوري، سواء كان موتور، سواء كان فيجوال، سواء كان هيرنج، ايا كان السنسيشن او ايا كان الديفكت اللي عندي. وات ذا ليجن، الليجن فين؟ جنب اليمين، جنب الشمال، ايديا، رجليا، تمام. And where is the lesion؟ يعني ايه where is the lesion؟ مش قصدي where is the lesion اللي هو يعني في ايديا او رجليا، لا، انا قصدي where is the lesion من neural pathway بتاعي. يعني هل المشكله في الريسبتور، ولا هل المشكله في النيرف اللي هو الافرنت اللي رايح من الريسبتور، ولا هل المشكله في السباينال كورد اللي فيها الجانجليا، تمام، او السنتر، ولا هل المشكله في البرين، ولا هل المشكله فين؟ ده قصدي ب where is the lesion. طب تعالى ناخد مثال كده عشان يوضح لنا الكلام ده كله. احنا عندنا دلوقتي لو هناخد الباثوي من الريسبتور لحد ايه؟ لحد السنسوري كورتكس. اول حاجه عندنا، سيبك من الريسبتور، اول حاجه البريفرال نيرف اللي هي اللي بتوصل الريسبتور. بعد كده البريفرال نيرف هيودي للسنسوري روت. السنسوري روت دي اللي هو اللي هيدخل الروتس اللي داخله السباينال كورد. بعد كده عندي سباينال كورد ذات نفسه. بعد كده عندي برين. يبقى انا كده جبت بالترتيب بالظبط كل حاجه ايه للباثوي بتاعي. طيب سيء لا قدر الله حصل لعيان، تمام، ليجن اثر على البريفرال نيرف، يعني البريفرال نيرف، يبقى انا اللي هيتاثر عندي، او البريفرال نيرف مثلا اتضربت، تمام، هيتاثر عندي الاريا المضروبه بالنيرف ده.
انا النيرف الفلاني اتضرب، تمام، يبقى الاريا اللي استبلاي بالنيرف ده هي اللي هتتضرب بس. تمام يا شباب، انا عن ده فرع واحد، غصن شجره اتكسر، يبقى ايه اللي هيقع او ايه اللي هيتضرر؟ الاوراق اللي كانت موجوده في غصن الشجره ده. طيب تعال المرحله اللي بعدها، لو السنسوري روت هو اللي اتضرر، السنسوري روت ده نيرف اكبر شويه فبيتفرع بعدين لايه؟ لبريفرال نيرفز. طب السنسوري روت ده لو اتضرب هيضرب كل الكورسبوندنج ديرماتوم، يعني هيجي لكم كمان شويه واشرح لكم ايه الكورسبوندنج ديرماتوم ده. بعد كده السباينال كورد، السباينال كورد لو اتضرب هيعمل لي افكتنج تراكت. يعني ايه؟ احنا خدنا في النيورو، او المفروض ان اشرح لكم في النيورو، ان السباينال كورد عباره عن تراكت، لاترال سباينال هامك تراكت، انتيريور تراكت، دورزال كولم، الحاجات دي كلها تراكات كتير. على حسب التراك اللي هيتضرب، على حسب هو السنسيشن او الحاجه اللي هفقدها. بعد كده البرين عندي نفسه هيعمل لي هيمي اناسيزيا. احنا عندنا البرين لو اتضرب، البرين مسؤول عن نص الجسم، يعني الرايت هيمسفير مسؤول عن الليفت سايد اوف ذا بادي، الليفت هيمسفير مسؤول عن الرايت سايد اوف ذا بادي، وهكذا. يعني لما اضرب البرين يبقى انا بضرب نص الجسم كله، تمام. طب تعال نتكلم على الجزئيه اللي انا قلتها من شويه بتاع الايه، كورسبوندنج ديرماتوم المسؤول عن سنسوري روت. دلوقتي السنسوري او السنسوري روت ديت، انا عندي سباينال كورد اهو. تعال نشوف السباينال كورد، ده السباينال كورد بتاعنا. ثواني نجيب القلم. السباينال كورد ده طالع منه نرفات يمين، طالع منه نرفات شمال، نرفات يمين، نرفات شمال، زي ما هو موجود على الرسمه كده، زي ما هو موجود في الرسمه. طيب يبقى انا لو ضربت السنسوري روت هنا او هنا، تمام، يعني انا هيتاثر كل الدرماتوم اللي عندي. يعني انتوا شايفين مثلا، تعالى كده نشيل القلم ده، تمام. انا عندي الكورسبوندنج او النيرف روت رقم 6 اللي هي شايفين، اللي هو السي 7 ده، اي رقم 7 قصدي، سي 7 ده روت بتاع النيرف. طيب الروت ده واخد منين؟ شايف واخد من الباك، نازل لطول الارم كله، واخد لحد ايه؟ الاندكس والايه؟ والميدل فينجر. يبقى انا لو ضربت الروت بتاع سي 7 يبقى كل المنطقه دي كلها هفقد السنسيشن فيها. ونفس الكلام في الجهه الثانيه. لو سي 7 ضرب في الجهه الثانيه المنطقه دي كلها. مثلا عندك زي ايه هنا؟ عندك سي 2، سي 2 واخد يعني اغلب الجزء بتاع السكال، فانا هفقد السنسيشن فوق. تمام؟ او على حسب النيرف ده، هل هو سنسوري نيرف ولا موتور نيرف؟ فاهمين قصدي يا شباب؟ طيب تعالوا كده النقطة اللي بعدها عشان ما نطولش في النقطة ديت. احنا كده خدنا عرفنا تقريبا ايه اللي بيتأثر عندنا. أهم جملة عندنا هنا what is the lesion and what is the lesion، تمام. طالما احنا بنتكلم على sensation يبقى احنا بنتكلم على جزئية معينة بس، لإيه؟ type of sensory loss، ايه sensation اتفقد عندي and اتفقد فين distribution of sensory loss. أنا فقدته فين؟ فقدته في دراعي بس، فقدته في جسمي كله، فقدته في صبعي بس، تمام، فقدته في منطقة كوعي، فقدته في ايديا الاثنين، تمام، على حسب مكان السنسور لوس. طيب تعالى نبدا اول حاجه في السنسيشن، هي البيز سنسيشن دي اول حاجه اتاكد منها، اشوف الشخص ده بيحس ولا لا. طيب هيحس ولا لا ازاي؟ اول حاجه عندي بجيب حاجه زي شكاكه او ابره او اي حاجه، تمام، او اشك العيان فيها اماكن مختلفه. طيب هل هشكه كده عشوائي كده؟ اقول لك لا. في نيورون بيجي لك عينين في نيورون ان شاء الله، هيقول لك ايه؟ يقول لك العين ده مثلا ابدا بالجزء المصاب. يعني لو الشخص ده عند الجزء اليمين هو المصاب، يعني مثلا يقول لك ايه؟ رجله اليمين مش حاسس بيها. هبدا اشك من عند رجله من اول صباعه من تحت، فاشك صباعه، تمام، البيك تو حاسس، يقول لك لا. طيب اروح الجهه الثانيه، تمام، اروح الجهه الثانيه اشك صباعه الثاني اللي في رجله السليم، حاسس، يقول لك اه. طيب افضل طالع بالترتيب لحد ما اوصل ايه؟ لحد ما اوصل لرجله من فوق. يعني مثلا انا عملت البيك 2، تمام، وبعد كده عملت زي ما الشخص ده عامل تحت هنا كده في رجله من تحت، فوت من تحت، بعد كده هطلع شويه مثلا للليج، بعد كده هطلع شويه مثلا للساي، وهكذا وانا طالع بالترتيب. بس مش هطلع مسافه كبيره، انا بطلع حته صغيره حته صغيره. طبعا كل ده بيعتمد لي على ايه؟ بيعتمد لي على الدرماتوم، لان زي ما انت شايف الدرماتوم هنا متقسم اجزاء صغيره، فانا هطلع على حسب ايه؟ حسب الساي ديت، او حسب اللور لمب ده متاثر بكام نيرف، سبلايد بكام نيرف. لو سبلايد ضرب بسبع نرفات يبقى انا لازم اتاكد من السبع مناطق اللي الدرماتوم ده بيغذيها عشان اتاكد ان السبع نيرف شغالين، تمام. ادي كده عندي ايه اول نقطه.
يبقى انا دلوقتي انا عندي البين سنسيشن، ايه الايم بتاعه؟ نفس السبب بتاع كل حاجه، انا بتاكد من الانتجريتي بتاع الباسوي، سواء كان احنا بنتكلم على الايم بتاع السنسوري او بنتكلم على موتور او بنتكلم على ايا كان، تمام؟ يبقى البين سنسيشن الايم بتاعه هو نفس، هو ثابت، كلام ثابت ما بيتغيرش. طب ايه التول اللي انا هستخدمها؟ بن او اي شكاكه او اي حاجه، تمام؟ همشي ازاي؟ همشي على حسب الجزء المصاب واطلع بالتدريج من تحت لفوق، تمام يا شباب؟ بعد كده نخش على التمبريتشر. التمبريتشر انا شوف، عايز اشوف اذا كان الشخص ده حاسس بالسخونيه، تمام، في المنطقه دي ولا لا. هستخدم حاجتين، شايفين الراجل هنا عامل ايه؟ معاه اتنين تيست تيوب، واحده فيها ميه ساقعه درجه حرارتها 15. ليه 15؟ 15 هي اقل درجه ممكن استخدمها وما تسببليش ستيميوليشن للبين، بين ريسبتور. انا عايز اعمل ستيميوليشن للايه؟ تمبريتشر ريسبتور، كولد ريسبتورز، لان احنا عارفين الحاجه البارده قوي بتوجع وبتعمل الم، تمام؟ والحاجه السخنه قوي برضو بتوجع. عشان كده انا عندي رينج، انا عايز استخدم الميه ساقعه اخلي درجه حرارتها 15، عايز استخدم ميه سخنه درجه حرارتها 35، يعني ما مش ما معلش عن كده، هو ايه اللي عن كده؟ ليه؟ لان انا لو عملت كده يبقى انا هعمل استيميوليشن لايه؟ لنيرفات تانيه او ريسبتورز تانيه. تمام كده؟ كده احنا عدينا النقطه دي. يبقى انت كل اللي عندك هنا بتستخدمه ايه؟ اثنين تست تيوب، واحد ساقع وواحد سخن. وبرده بنمشي بنفس الترتيب اللي احنا مشيناه على البين، انا بمشي جراديوال من تحت لفوق، وبعمل ايه؟ بعمل كومباريزون بين الطرفين. تمام يا شباب؟ ده في اي سنسيشن هتعملوه كده. بعد كده عندنا حاجه اسمها ايه؟ تاتش سنسيشن. التاتش انا عندي نوعين، في عندي حاجه اسمها كروت تاتش وعندي حاجه اسمها فاين تاتش. طيب الكروت تاتش انا بعمله ازاي؟ ان انا بجيب مثلا شطرنجين، بجيب قطنه مثلا، تمام، والمسه، بس هلمسه يعني مش اللي هو همشي حاجه على دراعه، لا انا هلمسه. او مثلا بلاش قطنه، بصبعك انت هتقول له غمض عينك، تمام، وهتلمسه. نقطة تغمض عينك دي انا اتعمدت ان انا ما اقولهاش في المرات اللي فاتت، لان هي اوريدي مكتوبة عندكم، مش مكتوبة في التمبريتشر، لان هو مش عارف اصلا، حتى لو فاتح عينه ما هوش عارف اي تيست تيوب فيهم الساقعة او السخنة. بس انا كاتبها لكم فوق هنا، ايه؟ كاتبها لكم فوق تبع البين، لان ما ينفعش العيان يشوف الحاجة اللي انت يعني انا بعمل تيست فين. تمام يا شباب؟ يبقى كده عندي التاتش، ايه؟ تاتش سنسيشن. انا دلوقتي قلنا بلمس بصباعي المكان، مثلا بلمس ايده وهو مغمض عينه، بلمس ايده، انت حاسس بايدي؟ طب انا لمست فين؟ هيقول لك في ايدي. طيب انت شلت ايدك وحطيتها مثلا على كتفه، انت حاسس بايدي؟ لمست فين؟ هيقول لك في كتفي، تمام؟ طبعا يمين او شمال، طبعا كومبارزون بين الاثنين. يبقى ده كده ايه بالنسبه للكروت تاتش؟ الكروت تاتش ايه؟ يعني سهل الى حد ما. طب تعالى يعني في جزء من الرخامه شويه، حاجه اسمها ايه؟ فاين تاتش. الفاين تاتش ده بعمل له كام تيست؟ بعمل له 3 تيست. اول حاجه اسمها تاكتايل لوكاليزيشن تيست. يعني ايه تاكتايل لوكاليزيشن؟ نفس اللي انا قلته لك من شويه، ان انا بعمل بقيس نقطه معينه، بحدد نقطه معينه في جسمي، بس بعملها بحاجه خفيفه جدا، يعني مش بضغط، انا مش بضغط، انا بعمل مجرد ايه؟ فاين تاتش، لمسه بسيطه. بيقول لك ايه بلمس حاجه بسيطه جدا. ده اول حاجه لوكاليزيشن، انا عايزك تحدد لي انا لمسك فين. ده حاجه مشابهه للكروت تاتش. طيب تعالى بعد كده حاجه اسمها تاكتايل ديسكريميشن. يعني ايه ديسكريميشن؟ انا بجيب حاجه زي اللي هو الموجود قدام كليات فرجار او ايا كان الموجود، البرجل، تمام، بشك الشخص ده نقطتين في نفس الوقت. يعني ايه في نفس الوقت؟ هل هشوف الشخص ده هيحسهم كنقطه ولا هيحسهم كنقطتين؟ طب انا في عندي ديستانس معينه الشخص ده بيحس فيها الحاجات كنقطه واحده. طيب سيب مثلا انا فضلت عملت ده كده، بعد كده جبت البرجل ده بعد كده ووسعت بقى السن هنا والسن هنا، وستيل قال لك انا حاسس كنقطه واحده، لا يبقى كده في مشكله. انا في السايد ده هو حاسسهم كنقطه، المفروض لما انا بعيدها كده او كده يبدا يحسهم كنقطتين مختلفتين، لان كل سن فيهم بيعمل ستيميليشن لجزء معين من الدرماتوم. واحد مثلا بيعمل السي 7 والتاني بيعمل السي 8. طب لو هو حس في واحده منهم يبقى التاني مضروب، لازم يحس الاثنين حتى لو هما في نفس الوقت، هيقول لك انا حاسس ايه هنا وهنا. تمام يا شباب؟ يبقى ده ايه؟ ده تاكتايل ديسكريميشن. ديسكريميشن من كلمه ديسكرايب، تمام؟ طيب تعالى بعد كده حاجه اسمها ايه؟
ستيريوجنوزز. ستيريوجنوزز يعني ايه؟ يعني انا بحط للشخص ده حاجه في ايده وهو مغمض عينه طبعا، بقول له ايه الحاجه دي. طبعا هنعمل لك دايره هنا، لازم الحاجه دي تكون فاميليار اوبجكت، يعني ما تروحش تجيب له حاجه هو عمره ما شافها في حياته وتقول له ايه دي، اكيد مش هيعرف حتى لو هو مفتح عينه. طيب مفتاح، اه الشخص عارف ملمس المفتاح. قلم، اه عارف ان ده قلم. تمام، هتدي له مثلا الرجيم، علبه ايا كانت العلبه، يقول العلبه دي مدوره، العلبه دي يعني ايه شكلها ايه، اكيد مش هو مغمض عينه هتقول له لونها ايه، يعني في شويه سنس يعني. تمام، يبقى اهم حاجه عندي يبقى الاوبجكت ده يكون فاميليار. طيب كده احنا خلصنا ايه الجزء بتاع السنسيشن، تعالى بقى نخش اللي بعده، حاجه اسمها ديب سنسيشن. طيب اللي كنا بنتكلم فيه ده كله حاجه اسمها سوبرفيشال سنسيشن، كمصطلح كبير اسمه سوبرفيشال سنسيشن. السوبرفيشال سنسيشن ديت بتشمل البين والتاتش والتمبريتشر، هما الثلاث حاجات اللي احنا قلناها. طيب تعالوا نخش بقى على كده على حاجه اسمها ديب سنسيشن. ديب سنسيشن ديت اللي ايه؟ هي الحاجات اللي قدامكم. ايه الحاجات اللي قدامكم دي؟ انا عندي بريشر وتنشن، هما متقسمين عندكم تقسيمه غريبه شويه بس انا جمعتهم مع بعض عشان نعرف ايه نسكمهم. في عندي بريشر وتنشن، عندي فايبريشن، عندي موفمنت وبوزيشن. تمام؟ طيب ايه الفرق بين البريشر والتنشن؟ قال لك ايه؟ قال لك ان البريشر عباره عن ايه؟ بيقول لك الابيلتي اوف ذا بودي تو ديفرنشيت بتوين ويت. يعني ايه مثلا؟ انا هحط مثلا ايديا على ترابيزه. تمام؟ بعد كده انت هتحطي لي حمل في ايديا. مثلا اي وزن، كوره وزنها كيلو. تمام؟ انا دلوقتي خلاص انا حسيت ان البتاع دي خلاص انا عرفت وزنها. بعد كده انت شلت الكوره دي، حطيت لي كوره تانيه، هي كوره واحده، حطيت لي كوره واحده برضو تانيه بس وزنها 2 كيلو. انا ساعتها هعرف افرق بين الاوزان. بس ستيل انا ايه؟ انا ايديا مسنوده، انا ايديا سبورتد. تمام؟ دي ايه؟ سبورتد، يبقى دي خاصه بايه؟ بالبريشر. طيب ايه بقى الفرق بينه وبين التنشن؟ بيقول لك التنشن الايم بتاعه سنس اوف ديجري اوف ماسل كونتراكشن. طيب انا ازاي هعمل ماسل كونتراكشن وانا ايديا اوريدي سبورتد؟ يعني انا ايديا اوريدي سبورتد على الترابيزه، فايه؟ مش هعرف اعمل ماسل كونتراكشن. طيب انا الحاله دي هعمل ايه بقى؟ هرفع ايديا، هخليها نوت سبورتد، خلي ايديا في الهواء واشيل نفس الكوره برضو اللي هي اللي كيلو، بعد كده هشيل الكوره ديت، بعد كده هشيل الكوره 2 كيلو، هحس ان الماسلز عندي بدات تقوى، بدا يبقى عندي كونتراكشن اكتر. يعني في فرق بين لما اقول لك شيل لي جيركن لتر، فرق بين انا اقول لك شيل لي جيركن 10 لتر عن 20 لتر عن 50 لتر. فهمت البوينت ايه؟ فرقة ان انا يعني فكره ان انا افرق بين الويتس، لازم في عندي حاجه ثابته، انا عندي حاجه ثابته عشان اعرف افرق بين الحاجه الثانيه. الحاجه الثابته هي ايدي، ايدي اوريدي سبورتد، فهوصل ايه دي نيجاتيف، مش يعني مش هتاثر عليا، مش هتاثر على الوزن. طب انا دلوقتي ايدي في الهواء، ايدي في الهواء ايه اللي بيتغير؟ قوه الكونتراكشن بتاعتي. تمام، يبقى البريشر انا بخلي ايدي سبورتد، التنشن انا بخلي ايدي نوت سبورتد، بخلي ايدي عايمه في الهواء. البريشر انا بعمل ايه؟ بقيس ديفرنشيت بين الويت، بشوف مقيس الاوزان المختلفه، هشوفها يحس ان الوزن ده اختلف ولا لا. طب التنشن بشوف احس هل في ماسل كونتراكشن اكتر ولا لا. يعني ايه في ماسل كونتراكشن اكتر ولا لا؟ يعني المفروض انا اديت للشخص ده كوره، انا قلت له ارفع ايدك مثلا بزاويه 45 درجه، واديت له كوره وزنها كيلو وشلت الكوره. طيب قلت له ثبت ايدك ما تحركهاش، بعد كده اديت له كوره 2 كيلو، المفروض ان ايده تفضل زي ما هي. ليه؟ لان الكونتراكشن بتاعي بيزيد. طيب لو ايده اتحركت من مكانها او ايده نزلت مثلا، فانا الكونتراكشن عندي اختلف. يا اما حاجه من الاثنين، يا اما هو الشخص ده ما فيش عنده باور ان هو يشيل 2 كيلو، بس ما اعتقدش ان يعني الكلام ده لو كنا بنستخدم اوزان كبيره، لا اوزان صغيره فاي حد يقدر يشيلها. فهمت قصدي ايه؟ طيب بعد كده نخش على الفايبريشن. ايه الفايبريشن ده؟ اعتقد ده شفتوه في الراوندات، ان انا بحس الفايبريشن ثرو البوني بروميننس. مثلا زي ما الشخص ده عامل اللي هو التونينج فورك، بجيب عند البروزات اللي موجوده عندي في الجسم. بروزات زي ايه؟ عندي حاجه اللي موجود في الفور هيد، تمام، عندي الماستويد بروسس، عندي العظم اللي موجود في الرجل، مش فاكر كان اسمها ايه يا ربي، لاترال، مش فاكر ايا كان عشان ما نطلعش من ضمن السياق. تمام، يبقى انا ايه؟ انا بحس الفايبريشن عن طريق البوم بتاعي. انا حسيت الفايبريشن، يبقى انا كده ايه؟ انا كده تمام، الانتكت يعني الباس واي بتاعي تمام. طب لو الباس واي بتاعي انا مش حاسه، يبقى كده في عندي ايه؟ في عندي مشكله
فدي السنسيشن الخاصه بايه؟ ان انا احس الفايبريشن في النقطه دي. طيب بعد كده الموفمنت والبوزيشن. الموفمنت ده خاص بايه؟ ده خاص بالجوينت. انا حاسس ان انا بحرك ايدي، الجوينت بيتحرك، اه كده تمام انا حاسس. طيب انت هتختبر الحوار ده ازاي؟ هتقول للعيان غمض عينك، تمام، حرك دراعك، افرد دراعك، اثني دراعك، افرد دراعك، طب ارفع دراعك لفوق، نزل دراعك لتحت. انا كده بختبر ايه؟ الموفمنت بتاع الجوينت. بس اهم حاجه طالما ديب سنسيشن يا جماعه لازم عينه مقفوله، تمام، او اي سنسيشن. السنسيشن الوحيد اللي احنا ما قلناش فيه في العين هو التمبريتشر، لان هو مش هيعرف اصلا حتى لو فاتح عينه الميه ساقعه ولا سخنه، فاهم؟ يبقى ده ايه؟ خاص بال movement. طيب تعالى كده خاص بالبوزيشن. قال لك ايه؟ position of each part and related to each other. يعني ايه مثلا؟ شخص ده مثلا مغمض عينه، تمام، وانت حطيت ايديه جنب بعض، هتقول له انت ايديك فين دلوقتي؟ يعني ايديك جنبك ولا ايديك قدامك ولا ايديك فين؟ هيقول لك اه ايديا قدامي. طيب حاجه كمان، انت دلوقتي الشخص ده حاجات كتير هتقابلها في الاستقبال، هتقول له مثلا ايه؟ هتقول له غمض عينك وهات لي ايدك عند مناخيرك. بنشوفها كتير في الاستقبال، ويشوفها كتير دكاتره بيعملوها والحوارات دي كلها. انا كده بقيس الموفمنت بتاع الجوينت، هل الشخص ده يعرف يحرك ايده وهو مغمض عينه؟ في نفس الوقت البوزيشن ان هو هيعرف ان ايده وصلت مناخيره، احنا خلاص انا ايديه وصلت مناخيري دلوقتي، انا حسيت البوزيشن بتاعي. احنا كده عملنا ريليشن لكل الحاجات دي كلها مع بعض. الموضوع بسيط جدا، مفيش فيه اي رغي كتير، كل اللي انا قلته حاجات خاصه بالعملي، حاجات النظري بتاع التراكت والباسوي والفيرست والسكند والثيرد نيرف، الحاجات دي كلها حاجات تبع النظري. انا احنا بكلمكم دلوقتي عن حاجات اللي هي ايه؟ الخاصه بالعملي، تمام. كده انا خلصت الجزء الخاص بيا بتاع السنسيشن، بقيه الدكاتره زمايلي هيكملوا معاكم بقيه الاجزاء التانيه ان شاء الله. شكرا.